عسلامة ومرحبا بكم. الفيديو هذا خاص كيفاش نعملو فورمولير سامبل على الاخر بال HTML. سو اول ايتاب باش نعملها بالطبيعة باش نعملو سيف از نسجلو الفيشي نتاعنا ال HTML فنسميوه index.html. هذه اول ايتاب. ومن بعدالي بيان سور نعملو الستركتور نتاعنا تاع ال HTML والبادي وحده الكل اللي فسرناهم في الفيديو اللي قبل هذايا في ال HTML. كان متفرجتوش فيه تلقاوه اليوم تحت في الديسكريبسيون تحت الفيديو. دونك اول حاجه باش نعملها هدينا باش نعملو فورمولير. دونك لازمنا نستعملو الباليز فورم باليز فورم. دونك باليز فورم فيها حاجات اخرين باش نزيدو فيها. نعملو فورم اول حاجه وفي وسط الباليز فورم نحطو اكشن الاكسيون نتاعنا. الاكسيون نتاعنا وين باش تصير الفورمولير نتاعنا وقت عندها اكسيون. معناتها كي انت باش تحط النوم والبرينوم مثلا في الاكزامبل نتاعنا باش تحط النوم والبرينوم. كي باش نحطو النوم والبرينوم تحتها بوطون. البوطون هذا بعد ما تكمل تعبي لي شون تاعك النوم والبرينوم تاعك تنزل على انفويي مثلا على البوطون هذاك يهزك للباج اللي هي اللي باش نحطها لنا اللي هي الاكسيون نتاع الفورمولير نتاعنا. دونك هوني باش نحطو الباج اللي باش يهز لنا عليها وباش تصير الاكسيون نتاع الميساج نتاعنا اللي هو انفويي لي شون اللي حاطينهم لي زانفورماسيون اللي حاطينهم في لي شون نتاعنا. فوالا دونك هوني نحطو بار اكزومبل مثلا نحطو اي اسم تاع باج بيان سور بوان بي اتش بي مثلا نسميوه باج تو مثلا بوان بي اتش بي. فوالا هذه هي بوغ لو مومون مانيش باش نصنعها جوست نحنا حاجتنا كيفاش نعمل كرياسيون تاع فورمولير. ام بعثي لي في الدروس نتاع البي اتش بي ولا في الدروس نتاع معنا باش نزيدو حاجات اخرين في كيفاش نعمل فورم اكثر ونزيدو داتا واحد وكليك. دونك نفسرها الحكاية هذه بالذات جوست هذه باش ما يطلعلناش بروبليم هكا. سو بريف توا باش نعمل اول حاجه الانبوت اللولانيه. دونك كيفاش نعملو انبوت؟ انبوت هذه باش نحطو فيها النوم تاعنا النيم اللولاني فيرست نيم. دونك فيرست نيم جوست نكتب ميساج قبل الانبوت باش يكون واضح جوست باش يبدا باين الانبوت هذيك تاع شنو. دونك نكتب مثلا ميساج قبل الانبوت فيرست نيم دي بوان ونحط الانبوت نتاعي. دونك نعمل باليز انبوت والتيب نتاعها بيان سور مادام باش نكتبو نون. دونك نون باش يكون تيب نتاع تكست والنيم مثلا النيم نتاعها باش تعطيها النون الانبوت نتاعك. دونك تكتب مثلا فيرست نيم. سو في الفاليو مثلا نحطو بار ديفو نحبو مثلا تبدا موجود فيها سمر والنجم زاد الفاليو هذيك نحيها ماهيش حاجه معناتها اوبليغاتوار. نوريكم بعدي كيفاش نحيوها كيفاش شنو الديفيرونس بين نحطو الفاليو هذي سمر وبين ما نحطوهاش. دونك ليتاب الثانيه باش نعملو لاست نيم. لاست نيم اللي هو النوم الاخر نعمل لاست نيم نحط ال input متاعي بيان سور متاع first name input وتيب كيف العادة text باش يكون ال name نسميو مثلا نعطيوها last name و بيان سور نعطيوها مثلا value باش نشوفو كيفاش نعطيلي مثلا هكا. اوكي بعد هذا الكوليكي حاجتي بوطون اللي هو باش يعمل الاكسيون تاعنا باش يعمل لانفويي لي كوردوني اللي باش نحطوهم اللي هو مثلا نعملو input ونحط التيب بيان سور باش يكون submit خاطر نتاع بوطون انفويي والفاليو من غير نيم هي الفاليو نعطيه نسميه البوطون بيان سور لازم يكون عنده اسم. طيب مثلا في الانبوت هذه نتاع البوطون اوبليغاتوار انك تحط الفاليو هذه باش تعطي الاسم تاع البوطون سينو البوطون باش يكون فارغ.
دونك نسميو مثلا envoy ولا submit ولا اي حكايه. واحد بالانجلي واحد بالفرنسي نحنا هي مش مشكله. نكتبو submit. اوكي بي توا نعمل ريفريش في الباج تاعي ونشوف شنو يصير. فوالا يطلع لي first name اللي هي مكتوب بها في اسامل، last name مكتوب عليها تقية، ومكتوب ومحطوط بوطون سابيت بي. بور لو مومون يعني كي باش نبدا هكا هذوما لي شون موجودين بار ديفو. نجم نعمل ايشانج فيهم، نكتب اي اللي يجي. وكي نعمل ريفريش راهو باش يبقى هما بيدهم، خاطر ديجا اني كي حطيت كيما ريتو في الفاليو كتبت سمر وتقيا لنا، دونك بار ديفو باش يكونوا لنا. كيف باش نحي اني مثلا الفاليو هذه باش نوريكم فازي كيما قلت لكم بكري، نحي هذه ونحي بارتي هذه. فوالا فوالا هاك اوكي ونشوف شنو شي يصير. دونك فوالا يتنحاو لي تكون فورمولير بالرسمي الصحيح. عطاك هكا نجم نكتب مثلا سمر وهوني تقيا كيما نحب اني. دونك كي نكليك على البوطون سبميت شو باش يصير؟ باش يهزني الباج اللي هي باج 2.php نقطة استفهام first name ايكال سمر اي last name ايكال تقيا. كل شيء بالفضوح يحاسبو. سو باج 2.php اللي انا مصنعتهاش، دونك باغ ديفو باش يهزني كي نعمل سبميت باش يعمل التيست نتاعو اللي هي الباج هاذيك. نجم بعدين نريكلي لها مورا بالPHP ولا اي حكاية ويبدا التيست امورو مريكلا. هذا مش موضوعنا في الفيديو هذا. المفيد انو نعرف كيفاش نعملو فورمولير بالشكل هذا. بوغ لو مومون باش نوريكم الحكاية انو هذه لازمها ترجع للسطر. كيفاش ترجع للسطر؟ خاطر هكا ماهيش مزيانة برشا. دوك جوست نعملو لنا فيرست نيم هذه هكا لنا، وهوني نعمل بيير باش ترجعني للسطر، ولنا بيير باش ترجعني للسطر. فوالا نعمل ريفريش فوالا يطلعوا لي تحت بعضهم. بعدين نجمو نعمل الزينة نتاع اي حكاية. هذه ماهيش مفيدة برشا، المهم تعرف كيفاش تعمل الفازي هذه، كيفاش تعمل لي زبوت والبوطون، كيفاش تعمل فورمولير سامبل على الاخر. نجمو نزيدو دوطخ اكزامبل كيفاش نعملو دي بوطون راديو، دي كازا كوشي، حاجة نتاع ايميل وحاجات حد اخرين. هذوكم تعرضو لهم في فيديو اكثر من هكا. المفيد حاجتي بي انكم تفهموا البارتي هذه من اللول. كي تبدا حاجه مش واضحه من اللول، نبدا بحاجه كومبليكي من اللول، ماكمش باش نجمو تفهموا من اللول. دونك نحاول لو ماكس نسهل، ومن بعد الحاجات اللي تحبوا تتعلموهم اعملوا لي كومونتير تحت الفيديو. بغيت باش نوريكم حكايه كي نعمل كليك على البوطون سميت فاست انه يطلع لي بيج باج 2.php والفيرست نيم ايغال و اي لاست نيم ايغال. بور لو مومون طلعوا لي فارغين خاطر ما كتبت حتى شيء. كيفاش نتفادى الشيء هذا؟ ما نحبش هذا الكل يظهر لي. جوست لنا نمشي للكود نتاعي ونمشي لنا ونعمل ميثود ونعمل بوست. توا نكتب سمر مثلا وهوني تقيا ونعمل سبميت. فوالا موش طلع لي شيء. هكا تكون كل شيء سكريزي وكل شيء مريقل. معناتها حتى كي باش تبدا لي كوردوني نتاعك ما كومهوش باش يكونوا واضحين وكل شيء مريقل، ما فماش حاجه معناتها واضحه ونجم نلعب العبد يعرف عليك. هكا تكون كل شيء منظم. هذا شنو اللي حبيت نفسره. فما استيوس صغيره نحب نوريها لكم اللي هي كي كليك على البوطون سبميت. انا قلت لكم بكري انه كي البوطون هذايا علاش كلمه فاليو مهمه على الاخر لنا. علاش مهمه؟ على خاطر كي باش نحي الفاليو لنا كيما نحيت في النيم ولا اللاست نيم، في الفيرست نيم ولا اللاست نيم، شنو باش يصير؟ مش كيف كيف مش كيف نحاها منا كيف نحاها في البوطون. علاش؟ شوف كيف باش نحاها في البوطون شنو باش يصير. فوالا باش تكتب لي بار ديفو فاليدي اللي هي التيب نتاعها سبميت. دونك هيكي الفاليو شنيا انه باش تبدل تعمل ايشانج لل تحب تعطي اسم للبوطون نتاعك ما تحبوش بار ديفو يكون مكتوب عليه فاليدي باغ اكزومبل، تحب تحط سميت ولا انفويي انت والشوا نتاعك.
voilà هذا شنو كان الفيديو. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك ان سبسكرايب للشانل تاعي. سينو نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اتري بيانتو. باي باي.